أهلا بكم أصدقائي. الدرس ده درس مهم جدا للناس المبتدئين في تعليم الرسم بالرصاص أو بالفحم، والدرس ده هيكون عبارة عن شرح وهيكون عبارة عن تعريف لأدوات الرسم للناس المبتدئين، يعني إيه هي الخامات اللي أنا ممكن أستخدمها في الرسم وأنا مبتدئ أو حتى وأنا محترف، لأن الخامات بتكون هي. أول شيء يا شباب هنتكلم عن نوع الورق اللي أنا ممكن أستخدمه في الرسم بتاعي. أول شيء والورق اللي هو يعتبر مناسب لكل الناس اللي هي بتحب ترسم بالرصاص أو بالفحم هو الورق الناعم، الورق الكنسون. والورق ده بيتميز بالنعومة بتاعته، وبيتميز كمان إن هو مش بس ناعم، ورق كمان يعتبر ورق مقوى كويس جدا، وبيساعدك لما بترسم عليه بيكون في حتة من الانسيابية وبيديلك الأشكال الواقعية اللي انت محتاجها. طبعا مش الورق اللي هو بيديلك، هو الورق بيساعدك ان انت تعمل شغل واقعي عليه، تمام؟ يعني طبعا الورق يختلف، ولكن انا مش بقول باقي الورق مش مناسب، هو كله مناسب ولكن ده الاختيار الأنسب. تعالوا بقى نشوف الجلام الرصاص اللي احنا هنستخدمها وإيه هي الجلام الرصاص، وهل هنستخدم الفحم ولا مش هنستخدمه، ولا هيكون استخدامه بسيط ولا إيه بالظبط. تعالوا نشوف إيه هي أنواع الجلام الرصاص، وكمان نشوف الأداة اللي بتستخدم في تسييح الجلام الرصاص أو في التظليل بالمعنى اللفظي. يعني إحنا ممكن نستخدم المناديل الورق، أو ممكن نستخدم اللي هي البتاع بتاعت الودان اللي إحنا بنشتريها من الصيدلية، ودي العلبة منها بتكون تقريبا تمنها 5 6 جنيه. هتروح الصيدلية هتقول له أنا عايز اللي هي بتاعت الودان دي اللي هي بتكون زي دي، تمام. يلا بينا نشوف بقى ايه هي الجلامة اللي احنا هنستخدمها. بس قبل ما نعرض الجلامة لازم تكون مجهز الجلامة الرصاص، ومجهز بتاعت الودان، ومجهز استيكة وبراية، وياريت تكون المساحة تكون نوع نظيف زي مثلا مساحة فيبر كاستل، حاجة تكون تقدر انت تمسح بيها لو عملت خطأ. يلا بينا نشوف ايه هي بقى انواع الجلامة، علشان كده هنتعرف بعد ما نعرف ايه هي انواع الجلامة هنعرف ازاي بتستخدم وايه هي الدرجات بتاعتها. يلا بينا. اول نوع من انواع الجلامة الرصاص واللي يعتبر نوع ممتاز جدا هو نوع الفيبر كاستل، والنوع ده متوفر على شركة سوق دوت كوم، وبيبدأ من 270 او 280 لحد 700 ولحد ارقام زي كده يعني. فانا افضل ان احنا نستخدم اللي هي المتوسطة لو انت مبتدئ او انت مبتدئة، لاني ما انصحكش ان انت تجيب حاجة غالية جدا. وعلى فكرة بيكون يعني الموضوع مش في الخامة، الفيبر كاستل هو عدد الجلام، يعني النوع اللي هو ب280 ده تقريبا 11 جلم، والنوع اللي هو ب570 ده 19 جلم، والنوع اللي هو ب767 ده 26 جلم. فالفكرة في عدد الجلام مش اكتر. طيب ايه النوع التاني اللي هو نوع مناسب ونوع كويس وسعره رخيص يعني في متناول الجميع؟ النوع اللي اسمه نوع فالتنج، والنوع ده العلبة منه تقريبا بتعمل في حدود 190، يعني داخل في 200، يعني 195، في الحدود دي. والنوع ده كويس ونوع ممتاز جدا، انا عن نفسي بستخدمه في بعض الاوقات وبستخدم الفيبر كاستل. في نوع تاني اسمه بيانو، النوع ده نوع برضو ممتاز ونوع رخيص، العلبة تعمل يعني في حدود 120 140، يعني في الحدود دي، وبرضو متوفر على سوق دوت كوم، وهسيب لكم الروابط بتاعة الشراء بتاعتها لو حد حابب يشتريها، سيبها لكم في التعليقات، في الوصف على اليوتيوب. لو حد حابب يشتريها يدخل على الروابط ويعمل طلب هيوديها له لحد البيت، تمام. ويلا بينا نشوف النوعيات دي بتستخدم في ايه، والنوعيات دي بتستخدم في ايه، وايه الفكرة ان ده غالي وايه الفكرة ان ده رخيص، تمام. يلا اولا بينا. الفيبر كاستل علشان هو اقواهم والنوع الازهى فيهم، وبرضو الدقة بتاعته شديدة شوية، انما النوع التاني
فالتنج هو نوع برضو ممتاز جدا، ويعتبر أخف حاجات بسيطة من النوع الفيبريكاستل. إنما البيانو نوع كويس بس أضعف من الاتنين، ولكن نوع ممتاز خالص وفي متناول الجميع، وبرضو بيأدي الأداء المطلوب وزيادة كمان. طيب إيه هي الدرجات بتاعة الرصاص اللي ممكن تساعدني في التظليل؟ أولا علبة الألوان بتكون مرقمة، يعني درجات، يعني مثلا زي دي بتبدأ من ال H لل B 12 قلم، وطبعا زي ما احنا شايفين القلم H يعني درجة ضعيفة، كل ما كان H 1 H 2 H 3 كل ما كان ال H أقل كل ما كان الدرجة بتاعت اللون أقوى، يعني لو H 10 يبقى اللون ضعيف جدا جدا. تمام، نبدأ بقى في درجات البي. البي كل ما كان أعلى كل ما كان أزهى، يعني بي واحد ده درجة بدائية، بي اتنين درجة أغمق شوية، بي تلاتة أغمق، بي أربعة أغمق، بي خمسة أغمق، لحد بي عشرة أغمق خالص. طبعا في غلامة تاني بتكون بتوصل لحد بي اتناشر وبتعدي. تمام، فكل ما كان درجة البي أعلى كل ما كان اللون بتاعها أغمق وأقوى وأوضح. تمام، وطبعا في رسم البورتريهات أو رسم الصور الشخصية أو أيا كان من الرسومات بتستخدم درجة اللون أو درجة القلم على حسب الجزء اللي أنت بتشتغل فيه. يعني وليكن لو أنا مثلا هرسم بورتريه الجنب بتاعه، أو مش بورتريه، هرسم مثلا مكعب دايرة زي كده بالظبط، وهرسم الجزء اللي هو من تحت او جزء التظليل اللي هو ده، هستخدم له طبعا اكيد درجة تكون وليكن مثلا بي 8 او بي مثلا 9. تمام، كل ما كان اعلى كل ما اخفض في البي، يعني كل ما كانت الدرجة افتح اخفض في البي، كل ما كانت درجة اللون اغمق ازود في ارقام البي. تمام، طيب انا عايز ابدا اظلل، هستخدم اللي هي بتاعه الودان دي، هي دي اللي بتساعدني في التظليل. تمام، وبعد كده هستخدم استيكه فيبريكاستل علشان لو عندي زيادات ابدا امسح بيها. طيب دلوقتي ايه الفرق بين الرصاص اللي هي الدرجات الغامقه والفحم؟ الفحم يا شباب باختصار لون زاهي جدا اسود، يعني بطريقه صعبه جدا. وطبعا انت كرسام لازم يكون عندك حتة الواقعية. ازاي حتة الواقعية؟ يعني لو انا برسم صورة لشخصية مثلا قديمة، تمام، وليكن مثلا صورة لعبد الحليم حافظ او لأي كان من الشخصيات القديمة، فهل ينفع استخدم فيها الفحم؟ الاجابة طبعا مستحيل، ما ينفعش نهائي. ليه بقى؟ لاني انا لو رسام عندي واقعية هبدأ أرسم الصورة بنفس البهتان بتاعها، بنفس الدرجات الخفيفة، الألوان القديمة البهتة شوية بتاعتها. طيب لو أنا استخدمت الفحم إيه المشاكل؟ المشاكل إنها تبان الصورة إنها مرسومة، فالرصاص ما بيدينيش الإحساس ده، الرصاص بيديني إحساس الواقعية الطبيعة. تمام، الفحم ممكن نستخدمه في صور جديدة ونستخدمه في حاجات ضعيفة، يعني مش في كل شيء نستخدم الفحم. تمام جدا، ده على حسب ما انت اتعودت. لو انت متعود ان انت تستخدم الفحم بشكل اقوى فده عادي مش هيضر برضه. تمام، ولكن انا بنصح بالرصاص، يعني انا مش بقول ان الفحم غلط ولا الرصاص صح، انا بنصح ان الرصاص بيديني واقعية قوية جدا جدا عن الفحم، وخصوصا في الصور لو انا حابب اطلع الصورة واقعية. هل الفحم بينفع يتمسح؟ طبعا الفحم صعب انه يتمسح، وان يتمسح بيسيب علامة. طيب هل الرصاص اللي نوعيات الرصاص بينفع تتمسح؟ طبعا بينفع تتمسح، ولكن لو في التخطيط، يعني انا لما باجي ابدأ صورة ما ينفعش ابدأ اخطط بقلم مثلا بي 8، مستحيل. تمام، لان بي 8 درجة زاهية جدا ومش هينفع التخطيط البدائي يكون بي 8، لان من المفروض الصورة او البورتري وانت بترسمه الخطوط الحدود ما تبقاش باينة، يعني انا لو بعمل المناخير بالشكل ده ما ينفعش اعمل حدود نهائي، كله بيكون قائم على التظليل.